هنعمل ايه؟ زكريا مرحبا بك، انت موافق جديد قديم على النادي. كلمه مناسبه الكلمه ديالي هي رجوع للزاويه كيف كنقول حتى انا شريف جات الزاويه ديالي قديم لي ان شاء الله نتمناه واحد موفق السي عزيز والطاقم التقني ديالو ويكون شي عام ممتاز ان شاء الله كما في الاول دينا الارقام نقدروا نديروا الارقام الثانيه ان شاء الله وشكرا انا بحال هكا اسمحوا لي شكرا زري السيد رئيس كلمه زكريا خصني نقول وحده مهم ما بزاف ما ملي كان معايا في الدار وبغينا نوقعوا معاه العقد نورمالمون كتعطيه اولا جا ما جابش قال لك ما عندي لا اجون لا والو انا جاي راجع للدار ما غنجيبش معايا اجون لانه اللي ما تيعرفش هذا الشيء بنتي دابا هو اللي غنهضر عليه من بعد هاد التقديمات راه كتجلس مع لاجون كيجيب لاجون د لاجون تيجيب لاجون د لاجون وتيجيب بالسمسار ديالو وتتولي الدار عامره عندي ما تنعرف حتى مع من تنهضر الور زكريا قال لك انا غنجي جاب وحده وديك الوقيته اللي كنت نتناقش معاه باش نرد على هذوك اللي تيقول لك حفيان راك بحال المسطي هو جالس حنت دخل واحد الجروب مع واحد الجوار دخل واحد الجروب مع واحد الجوار هو شافهم هو حاضر قلنا يلا الله يرحم والديه سير بدل الساعه باش ما يشوفوكش الاخرين وندوزوا هذا الشيء على خير زكريا قلت ليه هك سميت الكونترا وقلت ليه هك راه شوف شدها سناها وقلبها فوق لاطاب قال لي والله ما نقرا انا جاي عند الرجال وراجع للزاويه انا جاي للرجال نلعب انا عندي فيكم الثقه الكامله هادشي اللي نقدر نقول انا محتاج بحال هذا الرجال هذا وما نهضرش على المستوى التقني ديالو انا غنقولها لك يمكن انت ما فراسكش سولت عليك الرئيس ديالك وسولت عليه المدير الرياضي عزيز بدربال اللي صديق ديالي كبير وخويا قال لي كون ما كانش حدراف كنا نطيحوا للدوزيام ديفيزيون الوغ من الاحصائيات التقنيه اللي دارت البطوله سي لو دوزيام دريبلر د البطوله اللي تكلاصا فيها بولكسوت كاتريام هو الدوزيام ثاني احسن دريبلور في البطوله هذا العام هذا انا متاكد التجربه ديالو لا الافريقيه ولا هادو هما الناس المخضرمين واللي باقي فيهم ما يدار التجربه ديالهم اللي غادا تكون قيمه مضافه كذلك وحنا خصوصا مقبلين على واحد